وما يدري انه هو خطف قلبي وراح. احس هاي الفيديوهات وايد كرنج، ما ادري كل ما اشوفهم اقول ويه. هذا فن، نوع من انواع الفن والله العظيم. واو. هاي جايز، شو اخباركم؟ معاكم يارا. اليوم انا بفضح روحي، بروح على التيك توك مالي، بفتح الفيديوهات اللي مسويتهم فيفرت وبشوفهم وياكم. في نفس الوقت اذا شفت فيديو عجبني بروح على هاي الحساب اللي نزل الفيديو وبشوف الفيديوهات الثانية اللي عندهم وبسوي رياكشن بعد. لا تنسون تسوون لايك كومنت وسبسكرايب وتتابعونا على الانستغرام وعلى التيك توك، ويلا خلينا نبدي ويا الفيديو. ثرو باك لما صاحبتي ما عرفت تعدل السيارة وركب واحد يعدلها وانا جنبها. قعدت اتخيل اسماء اطفال قعدت اتخيل اسماء اطفالنا وهو يمسح يقول لي بخطفك، وما يدري انه هو خطف قلبي وراح. الله الله. تعرفون احيانا تروحون شي مطار انزين او تكونون طالعين وتشوفون احد وتقولون هذا اللي انا، خاص تخيلتي اسامي عيالكم، تخيلتي حياتكم مع بعض. حق اللي سويت الفيديو اذا هو نصيب راح يطلع لك مره ثانيه، اذا حد طالع فيني لمده ثانيه شبي معجب وجع. ما توقعت شبي معجب وجع. انزين، فيقولون الثقة بالنفس بتزيد بعد الفيديو ده، خلينا نشوف. احس هاي الفيديوهات وايد كرنج، ما ادري كل ما اشوفهم اقول ويه. جايز ما ادري، انا هالفيديوهات بالنسبة لي وايد كرنج، ما اقدر اطالعهم. انزين خلينا ننتقل للفيديو اللي بعده. انه يا زعم يلاحظونك وانتي تطالعينهم الفيديو، بعد يقولون واو شوفوا ابتسامتها، شوفوا خشمها، ما ادري شنو. كرنج، انا بالنسبة لي كرنج. هذه حلوة. السفن اب اول ما يسمع ان في حد بطني عوره. الله سبحان الله، شلون السفن اب يحل وايد مشاكل. اي لاف تيك توك، وايد احب تيك توك. شلون تفكرون في الرياكشنات؟ يعني منو تشوف الفيديو يقول اوه هاي السفن اب اذا سمع ان بطنك عورج؟ احس ان هذا فن، هذا فن، نوع من انواع الفن والله العظيم. لحظة، ويا نفس الرياكشن في فيديوهات ثانية بعد. انزين، ما يلخص وهو رايح يتفاهم مع الأرق. حبيت الرياكشن. شفت فيديو من كم يوم انه ما يلخص يساعد اذا انت ما تقدرين تنامين، ما ادري عاد، ما ادري اذا هالشيء صدقي ولا لا، بس شفت ان الناس قاموا يشربون ما يلخص قبل لا ينامون. لا تاخذونها مني، انا ما اعرف. انا وربيعاتي بعد ما نطلع الطلعه اللي قعدنا 3 شهور نخطط لها. تعرفون احيانا في ربيعات يعني اوكي تطلعون وياهم بس لين ما تشوفون بعض فتره طويله صعب انكم ترتبون طلعه ويا كلكم، فهذا اللي دائما يصير اذا اشوف ربيعاتي بعد يعني فتره. لما يناديني ابوي عشان اسوي جواله. المشية، او مثلا اذا الانترنت ما يشتغل او تمشين تسكين الراوتر وتشغلينه مره ثانيه. نفس المشية بالضبط. ثاني نوع من الفيديوهات اللي دائما احطها في الفيفورتس عندي هما الفيديوهات الساتيسفاينج نفس هذه. اخ ما ادري، ما اعرف ليش هالفيديوهات يعني تخليني احس ان انا يعني وايد تهدي البال، تريح الانسان، تعرفون؟ هاي الانواع سمعوا بس الصوت. يعني صوت البينت. ما ادري ليش هاي الانواع من الفيديوهات بالذات اقدر اقعد بالساعات بس اطالعهم، وما لهم معنى، ما لهم شيء، بس يخلوني احس اني انا مرتاحه. وفي هاي الانواع بعد من الفيديوهات، لحظه، اي نوع اصوات الكرنش اللي كذي؟ اي لاف ات، اي لاف ات. اقدر مثلا اني اكون مبطحه كذي وبس اخلي هاي الصوت يشتغل في الباك جراوند. تعرفون شنو بعد؟ لحظة الحين تذكرت. فبيسكلي لما يكون عندكم بوكيه ورود يعني يحطون هذا النوع من الفوم تحت، نفس الستايروفوم يعني مثل الفلين انزين، ويصير لونه اخضر وبس. انتم سمعوا الصوت، ما بقول شيء. سو ساس سواينج. هذا نفسه بس مسوينه على شكل الايموجي. هذا
ما ادري اذا يعني هاي بس انا اللي احب اشوف هالاشياء، بس قاعده اشوف الفيفرتس مالي الحين وكل ما اشوف شيء يعني شيء اتحمس. انزين تعرفون فيديوهات الايلاينر اللي سحبه واحده بس؟ ترى وايد صعب انك انت تسوين هذا الشيء، لان اهم خطوه انك تكونين واثقه من نفسك، لان اذا شويه حركتي ايدك خلاص راح يخترب، لانك انت بس تبين تسوينه بسحبه واحده. فانا جربت قبل، اذا تبون بنزل الفيديو، بس شيء سحبات شيء سريعه للايلاينر رهيب رهيب. واو عجيب وسو ساتيسفاينج. تعرفون شنو احب اشوف؟ فيديوهات الورود. يعني شوفوا هالورده، شفتها من قبل كم يوم وقلت واو او ماي جاد جميل. شوفوا شلون تفتح، سبحان الله. That's so nice. ابي نفس الورده. انا التيك توك مالي الفيفورتس عباره عن رياكشنات، زين ASMR اصوات كذي يعني بينت وهالسوالف نفس ما انتم شفتوا، ومكياج. هاي اكثر ثلاث اشياء اشوفهم. طبعا في الدانسينج وكذي اشياء حركات تيك توكيه. انزين الاف اي بي مالي يعني عندي ميكس من تيك توك الاجنبي والعربي يعني، فاذا تبون طرشوا لي تيك توكات اشوفها ضيفوني، وانا بضيفكم بعد، بحط ماي تيك توك على الشاشه، فطرشوا لي انواع الفيديوهات اللي تحبون تشوفونها. لا تنسون تسوون لايك كومنت وسبسكرايب، وتابعونا على الانستغرام على التيك توك، وبشوفكم المره الجايه ان شاء الله. باي.